سليم سبع كوري أعلن ترشيحي لرئاسة مجلس محلي في الصوت، وبعد اتخذت هذا القرار بعد ما لقيت أنه في موافقة من الأقارب والأهل والعيلة ومن مجموعة كبيرة من شباب القرية، لذلك اتخذت القرار أني أنا أكون مرشح لرئاسة المجلس. يعني هنقول اليوم عائلة دار خوري تعد يمكن أكبر عائلة في الصوت. عائلة القرار اتخذ بالإجماع ولا من قسم كبير من العيلة؟ نتيجة لأخذ القرار أنا دعيت كل دار الخوري وشكلنا نجلة تمثل كل أطراف عيلة دار الخوري مؤلفة من 15 إنسان 15 شخص، وهدول تم بانتخابات سرية من بين ثلاث مرشحين، فزت بأغلبية 11 من 13 مع امتناع 2 عدم وصولهم للاجتماع ما تمكنوش الصلاة، ف11 من 13 أيدوني. ومن هون أنا باشرت في اتصال مع كل العائلات الثانية بالبلد لتشكيل كتلة بتخوض الانتخابات لكسب الرئاسة، انتخابات الرئاسة في البلد، ومساعدة أو تقديم عدة مصالح ما نشغل عليها في البلد. أبو الياس، ما هي أسباب ترشيحك؟ يعني خلينا نأخذ، يعني اليوم أنت في جيل متقدم بالسن، يعني هل لديك قوة؟ هل لديك يعني ما تقدمه لفصوطة؟ في الماضي أعطيت لفصوطة بعدة مجالات، بالرياضة، بالثقافة، بالتمثيل، بالعمل الاجتماعي، بالتبرع من جيبتي، وما زلت بشر في عندي كل الإمكانية وكل الوسائل اللي بتأهلني إني أنا أقدر أخدم بلدي وأقدم فيها عدة نقاط هامة، كان في الثقافة أو بالتعليم أو للصغار أو للشوارع للبنى كمان. هل لديك برامج معينة؟ نعم، عندك برنامج خط سياسي معين، خط برامج معين؟ خط سياسي فيش عندنا سياسي بالقرى العربية، مثل ما بتعرف السياسة بالقرى العربية ترتكز على عائلات، هذه خطوط سياسية، إنما توحيد عدة عائلات في مجموعة واحدة وخوض الانتخابات إيد بإيد وبناء طريق عمل مشترك مع كل العائلات بما في ذلك المصلحة للإسكان أو للإعمار أو للتربية أو للنوادي أو للنشاطات الرياضية، نشاطات تربوية، ندوات أدبية، في عنا عدة مراحل لازم نعملها نقدم فيها شباب تنغطي أوقات فراغنا اللي هم دايرين فيها في الشوارع. أبو الياس، كيف تقيم وضع فصوطة اليوم؟ وضع المجلس المحلي، وضع السكان، وضع المشاريع، وضع كل شيء في فصوطة اليوم، حتى أنت أخذت هذا القرار أنك أنت ترشح حالك. لا شك أنه نعمل عدة أشياء مهمة في البلد، ولكن بعد في عدة أشياء مهمة أكثر بحاجة قريتنا إلى، وهذا واحد من الدوافع اللي دفعني أني أنا أرشح نفسي إيمانا مني أنه في عندي إمكانية أني أقدم هاي النقاط اللي بعدها لم تعالج ولم يتم التعامل معها بالطريقة الكاملة الصحيحة. يعني هل برأيك الكادر الموجود غير مناسب أو غير مؤهل أنه يكمل الطريقة؟ أي ولا أنا ما قلت غير مناسب، أنا قلت أنه أنا أسأل أنه لا يعني لا أجزم، عم بقول كل إنسان بيعطي ما عنده أو بيعطي شو التفكير، وجه تفكيره، فوجه تفكيره اتجهت لهي الأمور، بينما أنا عم بفكر بالشباب الصغار، بس بفكر بمستقبل البلد، بفكر شو أقدر نعطي نبني لهي المجموعات. عنا كوادر من الشباب المتفوق اسمه مشهور بإسرائيل، إن كان في الرسم أو كان في الموسيقى أو كان في أي مراحل فنية ثانية، في الهندسة، في المحاماة، فعلى والو بنقدر نتمكن نعمل ندوات لهذول الجماعة المشاهير ويقدروا يقدموا للطلاب وللشباب خطوط للحياة، لاختيار المستقبل، لاختيار الطريق الأفضل، وإحنا نساعد ونساهم في بناء صندوق للطلاب أو في بناء عمل معين لهذا الجيل اللي عم بيطلع. أبو الياس، كمرشح جديد ماذا تدعو بقية المرشحين الذين ترشحوا قبلكم؟ رشح الرئاسة طبعا في فصوطة قبل المعركة الانتخابية. للمرشحين اللي ترشحوا بهاي الفترة الأخيرة بطلب منهم إنه إحنا نحط إيدينا بدين بعض، كلياتهم بدهم التغيير وكلهم بده مصلحة البلد، كله بده إمكانية البلد، فوفقا للظروف الحالية أنا بلاقي في نفسي عندي أكثر إمكانية إن أنا أقدر أقود هاي المجموعة لعمل شيء بناء في البلد. بضيف على هذا انه حتى الرؤساء السابقين واللي هن اسم منهم بعده عم بمارس مهنة او ما بمارسها، بقول له كل انسان له دوره له امكانياته، فانتوا اللي تقدمتوه مشكورين عليه، واحنا بنطلب انكم كمان نحط ايدنا بين بعضنا حتى نبني مستقبل منيح لبلدنا.
بماذا تتوجه بكلمة لأهالي فسوطة عامة؟ بقول أحكي بوضوح كامل لكل أهل البلد، بالماضي تاريخي بيثبت أنه أنا أعطيت وما زلت أتمكن من العطاء حتى هاي اللحظة. أنا بدي أبني أجيال، أنا ما بدي أبني بس شوارع، فأرجو أنه البلد تساعدني وتدعمني والبلد تعطيني كل ثقة وكل دعم حتى نتمكن من تحقيق مستقبل أفضل. الياس، أنت اليوم ابن 72 سنة للعمر كله لل 120، برأيك حسب رأيك اليوم أنت بهذا الجيل أول شيء بتقدر تقود بلد، بعدين فيش إمكانية اليوم أن نعطي فسوطة لجيل شاب يقودها؟ أولا بدي أجاوب على السؤال هذا بجوابين بقسمين. القسم الأول هو بالنسبة ليش اخترت أنا هذا الوقت مناسب من هذا الجيل، نظرا لأنه العيلة كانت مفسخة لقسمين رئيسيين مدة 30 سنة وفيش عدم فيش ثقة بين الشقتين، فاخترت أني أنا أكون همزة وصل بين الطرفين توحدته وتمكنت والحمد لله وحدته. إشي ثاني، أنا بذكر أو أنا حسب معلوماتي كل رؤساء المجالس كل رؤساء البلديات في الوسط اليهودي ما فيش واحد بينزل منهم عن 65 أو عن 70 سنة إذا مش أكثر من هيك. فكم بالحري إذا بنحكي عن شمعون بيرس ابن 90 سنة بعده رئيس دولة. إذا العمر مش هو المقياس، المقياس هو الشخص نشاطه وعمله. فبتأمل أنه أنا أثبت أنه أنا أهل كفء أن أقدر أقوم بهذا العمل.